اليوم يكون معنا ضيوف في الاستديو. كل يوم نفتح ملف، وملفنا اليوم عن وزارة الاتصالات والمواصلات. تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري والأمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويرها بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد وللارتقاء أيضا بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها. طبعا فهد ومستمعين، هذا وتواصل وزارة المواصلات والاتصالات العمل الجاد والدؤوب من خلال المشاريع والبرامج التي تهدف إلى بناء منظومة مواصلات برية وبحرية وفقا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وكذلك العمل على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها لبناء قطاع نشط وحيوي وآمن يساهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع يعود بالنفع على جميع الأفراد والمؤسسات في الدولة، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي. وقد حققت الوزارة في هذا الصدد العديد من النجاحات والإنجازات خلال العام الجاري. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستديو الأستاذة نور شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة بوزارة المواصلات والاتصالات. حياك الله أستاذة نور. هلا، مرحبا فيك، سعيدين بتواجدنا معك. إن شاء الله قطاع كبير يجمع وزارة المواصلات والاتصالات. نتكلم على مهام هذه الوزارة، نتكلم عن الخدمات اللي تقدمها هذه الوزارة بالتفصيل. طبعا في البداية أتقدم باسمي وباسم وزارة المواصلات والاتصالات بالتهاني والتبريكات المقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني إلى جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر الحبيبة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، والله يعود على الجميع إن شاء الله بالخير. بالنسبة لمهام وزارة المواصلات والاتصالات والخدمات اللي تقدمها، فوزارة المواصلات والاتصالات تعمل على الإشراف على تنظيم قطاعات النقل البري والبحري، بالإضافة القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشرف أيضا على المشاريع الخاصة بهذه القطاعات وتتابع تنفيذها. أما بالنسبة للخدمات اللي تقدمها الوزارة فهي تنقسم إلى نوعين. القسم الأول هي الخدمات العامة. في مجال النقل البري فالوزارة تقوم بإنشاء نظام متكامل تذاكر النقل العام، تعمل أيضا على التصميم المبدئي للطرق، تحسين خدمات النقل العام من خلال تطوير وتحسين شبكات مسارات الحافلات، وتشرف الوزارة أيضا على العديد من المشاريع الاستراتيجية منها مشاريع الريل اللي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى حوالي 70%. بالنسبة لمجال النقل البري البحري، تقوم الوزارة طبعا بتسجيل السفن والتفتيش عليها للتأكد من صلاحيتها للحركة والسلامة البحرية، وتتأكد أيضا من التزامها بالنظم والقوانين الدولية. كما تقوم الوزارة في مجال النقل البحري بتطوير قطاع المواني في الدولة. في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فالوزارة تقوم برفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتأمينها، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بشكل آمن، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها. طبعا هالشيء يتم بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة. أما بالنسبة للقسم الثاني من الخدمات فهي خدمات الجمهور. طبعا ما راح أذكرها كلها، راح أذكر بس مجموعة منها على سبيل المثال. عندنا خدمات السفن الصغيرة مثل تسجيل السفن ونقل الملكية وتعديل المواصفات وغيرها، خدمات الدراجات المائية مثل التسجيل والشطب ونقل الملكية، الموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، والموافقة المبدئية لأنشطة النقل البري.
نعم ما شاء الله ما شاء الله، يعني المهام كثيرة، المهام كثيرة يعني، والواحد ما شاء الله يعني فهد يعني يحتار ما بين النقل البحري والنقل الجوي والنقل النقل البري البري. ما شاء الله يعني. يعني طيب أستاذة نور، ذكرتي أمور كثيرة ومهام كثيرة حق الوزارة، وبما أنها يعني من الوزارات المهمة جدا في الدولة، إيش أهم إنجازات وزارة الاتصالات والمواصلات؟ أهم الإنجازات للوزارة لو تحثينا عنها. طبعا بالنسبة للإنجازات، الإنجازات كثيرة، خاصة إنجازات الوزارة في عام 2017. أذكر طبعا أهمها وأكبرها هو افتتاح مينا حمد اللي تم بتشريف من صاحب من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في 5 سبتمبر الماضي، وحضر طبعا الافتتاح عدد كبير من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من داخل الدولة ومن خارجها. أيضا تقوم الدولة حاليا أو قامت في خلال العام 2017 بتطوير وتحسين شبكة ومسارات الحافلات وتقديم خدمات جديدة لحركة الحافلات المسيرة من وإلى مطار حمد، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الحافلات في العديد من المناطق في الدولة وتدشين أيضا مسارات جديدة. في بالنسبة للقطاع البحري، فتم تسجيله في المنظمة الدولية للمواصفات والتقييس الأيزو، وهذه تعتبر سابقة جديدة على مستوى دول المنطقة. في يوليو 2017 تم توقيع عقد بين لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد مع شركة هندسة الجابر لتصميم وبناء مرافق ومباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد. تكلفة المشروع تقريبا تفوق المليار ونص ريال قطري، ورح ينتهي المشروع إن شاء الله في خلال 26 شهر. يتألف المشروع طبعا من العديد من المرافق، منها اللي هي مرافق تصنيع وتكرير المواد الخام مثل السكر والزيت والأرز، وهذه المنتجات طبعا رح تكون متوفرة ومتاحة للاستخدام المحلي والدولي. تم أيضا تجهيز ميناء الرويس لاستقبال البضائع التجارية المختلفة، في مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والأسمنت والجبس. ويعتبر طبعا بالنسبة لنا ميناء الرويس هو الواجهة الاقتصادية الشمالية لدولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، ففي مارس الماضي قام علي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتدشين برنامج قطر الذكية خلال معرض ومؤتمر كتكو، ويهدف هذا البرنامج إلى تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق نتائج تفيد السكان وزوار دولة قطر، وبالإضافة إلى تفعيل النمو الاقتصادي المستدام. فازت بوابة حكومي بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها 17، وتم خلال هذه الدورة تكريم دولة قطر من قبل سمو أمير دولة الكويت. بالإضافة إلى ذلك، طبعا في مارس الماضي أيضا تم إقامة مؤتمر ومعرض كتكم 2017، تم الحضور من قبل حوالي 20 وفد دولي، بالإضافة إلى مشاركة العديد من المتحدثين المحليين والعالميين، وكانت المشاركة تقريبا حوالي 17500 زائر زاروا هذا المعرض، وتم مشاركة حوالي 70% من الجهات الحكومية في الدولة. إن شاء الله يعني ما شاء الله، احنا ما نتكلم عن مهام كثيرة فقط، لكن نتكلم عن الكثير ما شاء الله من الإنجازات، الإنجازات الكبيرة. يعني بعد قطاع كبير جدا هو قطاع المواصلات، وأيضا حتى قطاع الاتصالات. أنا بس ودي أيضا يعني نتكلم على قطاع الاتصالات وتحويل أيضا بعض المدن هنا في دولة قطر إلى مدن ذكية من خلال برنامج تسمو. نتكلم شوي على برنامج تسمو اللي تم تدشينه في مارس أكثر. طبعا برنامج تسمو يركز في المرحلة الأولى على 5 قطاعات حيوية، هي تم اختيارها طبعا نظرا لأهميتها، وهي المواصلات، الخدمات اللوجستية، البيئة، الرعاية الصحية والرياضة. يهدف تسمو طبعا إلى تسريع نمو فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10% سنويا، بالإضافة إلى من المستهدف أن يحقق البرنامج حوالي 40 مليار ريال قطري للاقتصاد القطري في السنوات الخمسة القادمة. الهدف الأساسي طبعا من برنامج تسمو هو استخدام التكنولوجيا بشكل خلنا نقول متناسق يخدم القطاعات هذه اللي إن شاء الله شغالين فيها. فعلى سبيل المثال، على قطاع البيئة
راح تكون التكنولوجيا الذكية راح تقيس مثلا نسبة التلوث اللي موجودة في الجو، نسبة التلوث اللي موجودة في البحر وما إلى ذلك. فهذه يعني بس مثال بسيط على ما تقدمه التكنولوجيا الذكية في المستقبل. ما شاء الله. طيب أستاذة نور، تكلمنا على يعني شوي بالتفصيل على برنامج اللي هو تسمو، لو ممكن تحثينا وتعطينا بعض المعلومات أيضا على عن ميناء حمد. طبعاً مينا حمد يمكن تم افتتاحه جزئياً تقريباً في 2015، وساهم في 2017 أكيد في كسر الحصار اللي كان مفروض على دولة قطر. قدرنا طبعاً عن طريق مينا حمد أن احنا نفتح مسارات وخطوط بحرية مع العديد من دول العالم. قدرنا عن طريق هذه الميناء ان احنا نستغني عن جبل علي طبعا اللي كان الاعتماد الكبير عليه طبعا باعتبار انه هو ميناء من دولة شقيقة، فقدرنا ان احنا نستغني عنه، وبدأت طبعا الواردات والصادرات تصير كلها عن طريق ميناء حمد. طبعا كمية الحاويات اللي قاعدة تجينا او تتصدر من ميناء حمد كميتها كبيرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله من أكبر المشاريع، وهو ساهم بشكل كبير في كسر الحصار. أكيد ما في شك، يعني فهد بصراحة يعني فخر بالنسبة لنا إحنا نشوف يعني مشروع على طول 27 كيلومتر. أكيد ما شاء الله تكلفته ما شاء الله كبيرة جدا. طيب أمور كثيرة أحمد يعني ما شاء الله في هذا الميناء، يعني لاحظ الأخوة شنو عندهم الميناء، عندهم المطار، هذه كلها أيضا من الأشياء أيضا اللي تكون يعني تحتهم ما شاء الله، وأيضا من القطاعات الهامة اللي تعمل تحتهم. الله يسلمكم على القوة. الله يسلمك. طيب على مستوى إدارة التعاون الدول اللي تدرينها، اتفاقيات كثيرة قامتها وزارة المواصلات والاتصالات في الآونة الأخيرة ساهمت أيضا في كسر الحصار. هذه العلاقات اللي تجمع قطر، تكلم علاقات متميزة تجمعها على شتى أنحاء العالم، تكلم على العلاقات اللي تجمعكم أنتم كوزارة المواصلات مع العديد من البلدان وساهمت في كسر الحصار من خلال الاتفاقيات. طبعا مثل ما ذكرت في العديد من الاتفاقيات اللي قامت الوزارة بعقدها مع العديد من الدول مثل ماليزيا مثل تركيا وغيرها الكثير، أغلبها كانت اتفاقيات بحرية، وهذه طبعا اللي ساهم بشكل كبير في فتح المسارات البحرية اللي ما بين الدول. بالإضافة إلى ذلك طبعا توجد اتفاقيات الطيران المدني اللي تكون فيها طبعا هيئة الطيران المدني، هذه أيضا ساهمت بشكل كبير في فتح خطوط في فترة الحصار للطيران طبعا المحلي أو للطيران اللي جاي وطالع من دولة قطر. فكل هذه الأمور فعلا لعبت في صالحنا في فترة الحصار واستفدنا منها بشكل كبير. ما شاء الله ممتاز، يعني يمكن من الأمور الكثيرة اللي تقوم فيها يعني الوزارة يمكن تخفى على الكثير من الناس. يعني احنا يمكن يعني الأستاذة نور ذكرت بعض الأمور اللي شلون ساهمت في يعني في وقوف الدولة وشلون ساهمت في كسر هذا الحصار. يمكن هذه الأمور حتى اللي ذكرتها الأستاذة نور هي يمكن اللي كان البعض استغرب منها في بداية الحصار أحمد، واللي هو أن كل شيء ما شاء الله كان متوفر، الوضع كان طبيعي جدا. طبعا ما في أي حد حس أن في حصار أو أن في أزمة أو أن في أي شيء صاير، الأمور كانت طبيعية، الحياة طبيعية جدا وتسير على يعني أفضل وجه لله الحمد، ما تغيرنا ولا تغير معانا شيء، والأمور كلها طيبة لله الحمد. وطبعا احنا كنا نذكر حتى أحمد يمكن في البداية أن هذه كل الأمور هذه اللي صارت وطبعا ساهمت في أن الناس مو بحاسين بأي حصار موجود، هو جهود وزارات كانت تعمل على قدم وساق مثل ما يقولون، منها طبعا وزارة الاتصالات والمواصلات، واللي يمكن المعلومات يعني ذكرتها الأستاذة نور الحين على الهواء مباشرة والكل يعني سمع شنو هو دور الوزارة وشلون قامت الوزارة بهذه الجهود، وهي اللي طبعا يعني ساهمت. فهد الخطوط الملاحية المتعددة على مستوى أنحاء العالم مع أغلب موانئ العالم ساهمت في إيصال الكثير من المواد غذائية، مواد الإنشاءات، لها الحمد ما توقف ولا شيء من المشاريع، وإن شاء الله يعني أن دائما إحنا نشوف أيضا هذه الهمة وهذا يعني العمل الجاد إن شاء الله مستمر إن شاء الله، سواء من قبل الأخوة في وزارة المواصلات أو أيضا حتى من قبل إن شاء الله. ما في شك. طيب أستاذ نور، ندخل شوي على موضوع الاتصالات، شلون تتعاملون؟ أكيد جيكم شكاوي مثلا من الجمهور على بعض الشركات، شركات الاتصالات، شلون تتعاملون مع هذه الشكاوي، وهل يتم المتابعة
لين ما يكون في حل لهذه المشكلة مع هذه الجهات أو مع هذه الشركات؟ طبعا بالنسبة للشكاوي الخاصة بشركات الاتصالات فهي من اختصاص هيئة تنظيم الاتصالات. هيئة تنظيم الاتصالات طبعا مخصصة أبليكيشن أو تطبيق موجود على تليفون اسمه أرسل، بالإضافة إلى أرقام تواصل اللي هي رقم الاتصال عندهم 103. بإمكان أي حد من المشتركين التواصل معهم وتقديم الشكوى عن طريقهم. لكن بنفس الوقت إحنا بالنسبة لنا طبعا نستقبل الشكاوي اللي هو على مستوى القطاعات كلها، سواء المواصلات أو الاتصالات، عبر وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وعبر الهاتف. نقوم طبعا بتحويل هذه الشكاوي كإدارة علاقات عامة، نقوم بتحويل هذه الشكاوي إلى الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها. ننتظر من عندهم طبعا التعليق على هذه الأمور، وبعدها بعد ما توصلنا الإجابات ناخذها ونحولها إلى الشخص أو الجهة اللي جاتنا الشكوى منها. طبعا أكيد في متابعة دائمة لهذه الشكاوي وللردود على هذه الشكاوي. نعم، يعني بصراحة فهد قطع كبير، فشكل مشاكل كثيرة اللي تجيهم. يعني هم صراحة صدق يعني على يعني هو قطاع وقطاع خدمي بعد بصراحة، وقطاعين يعني القطاعين خدميين أحمد، يعني القطاعين مهمين جدا وتم دمجهم مع بعض، عندك الاتصالات وعندك المواصلات، فيمكن الضغط كبير على الاخوان اكيد طبعا في الوزاره، وزاره الاتصالات والمواصلات. يعطيكم العافيه صراحه استاذ نور، يعني مثل ما قال زميل احمد اكيد يعني بما انه قطاع مهم فيمكن المشاكل اللي تجيكم وايد. ان شاء الله الله يعينكم. الله يعينكم. طيب نتكلم على تطوركم انتم كوزاره ودخولكم ايضا لوسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله نشوف فيه تفاعل كبير من قبلكم، سواء في التنويه على اهم انجازاتكم، التنويه على اهم الخدمات، اهم الورش. نتكلم أيضا على أهمية قطاع التواصل الاجتماعي بالنسبة لكم أنتم كوزارة مواصلات واتصالات. طبعا التواصل الاجتماعي صارت هي يمكن أغلبت وسائل الإعلام التقليدية، خلنا نقول، لأنه صار التليفون طبعا في متناول يد الجميع، دائما نلقى التليفونات موجودة في أيدي الجميع. صحيح. دخول الناس طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي صارت بشكل كبير، فحرصنا طبعا عندنا في الوزارة على تغطية العديد من الأنشطة الاستراتيجية اللي موجودة عندنا، الورش، البرامج التدريبية وغيرها من هذه الأمور، بالإضافة إلى أن احنا قاعدين نحرص أيضا على تغطية اللي تقدمه الجهات اللي تشرف عليها الوزارة، كقطاع البريد، هيئة الطيران المدني، المواني وغيرها. فبهالطريقة قدرنا نوصل للجمهور طبعا بشكل أكبر، قدرنا نحن نشرك الجمهور معنا طبعا أكثر في برامجنا، وخلينا الجمهور على علم أكبر باللي يصير طبعا من قبل الوزارة طبعا أو من قبل الجهات اللي تابعة لها. يعني بعد من خلال رصد سريع بس للوزارات على تويتر، تلاحظ أن يمكن من أنشط الوزارات الموجودة حاليا في الفترة هذه، يمكن حتى الفترات السابقة، هم الأخوان في وزارة المواصلات والاتصالات، إضافة طبعا للوزارات الأخرى، ولكن هم نشيطين كون قطاعات كثيرة تحتهم. يعني يمكن تتكلم أنه والله مثلا إحنا مثلا نسوي رتويت للمواني، مثلا موانئ قطر، فشوف انت كمية الموانئ قطر الخدمات اللي تقدمها سواء على مستوى ميناء حمد، على مستوى ميناء رويس، على مستوى ميناء الدوحة، شوف على مستوى قطاع البريد، شوف على مستوى ايضا حتى قطاع الخطوط الجوية القطرية، على مستوى قطاع المطار، فشغل ما شاء الله يعني ما شاء الله كثير الشغل. يعني طيب استاذ نور، تكلمت عن الورش والدورات التدريبية، ايش مدى اهتمام الوزارة بالتدريب وتأهيل الكوادر القطرية؟ طبعا هذه السؤال إجابته من شقين، في عندنا اللي هو بالنسبة للكوادر اللي على المستوى الداخلي، طبعا الوزارة تحرص دائما على استقطاب الكوادر القطرية المتميزة للعمل في الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا في قطاع المواصلات، وتقوم الوزارة طبعا بتوفير العديد من البرامج التدريبية للموظفين، طبعا رفع المستوى للموظفين. في المقابل طبعا، وهذا على مستوى الدولة، الوزارة تقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو جزء من استراتيجية حكومة قطر الرقمية، ويهدف هذا التدريب إلى
تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات عالمية معتمدة للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة. طبعا لتنفيذ هذا البرنامج قامت الوزارة بعديد من الشراكات مع العديد من الشركات العالمية اللي تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مايكروسوفت، أوراكل، آي بي أم، ساب وغيرها من الشركات. التقديم طبعا العديد من البرامج التدريبية في مجال إدارة الأنظمة، إدارة قواعد البيانات، إدارة الشبكات، الجرافيكس، وأيضا في الأمن السيبراني طبعا بالتعاون مع كيوسرت اللي موجود ضمن الوزارة. بالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة بعقد شراكات أيضا مع جامعات وجهات عالمية مثل HEC Paris اللي تم مؤخرا عمل شراكة معهم بهدف تطوير القيادات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أذكر طبعا أن تم الانتهاء من تدريب 1295 موظف وموظفة في العام 2016 واعتماد 67 شهادة دولية، كما تم تدريب 1595 خلال العام 2017 واعتماد 152 شهادة دولية. ما شاء الله، يعني احنا نقول حوالي 1300 موظف تم تدريبهم، 67 شهادة دولية، الله يعطيكم الصحة والعافية. طيب على مستوى اليوم الوطني كيف احتفلت وزارة المواصلات والاتصالات في هذا اليوم؟ طبعا كانت عندنا فعالية يوم الخميس الماضي أقمناها طبعا في حديقة المتحف الإسلامي، كانت طبعا بمشاركة العديد من الجهات اللي تشرف عليها الوزارة مثل المواني، مثل هيئة الطيران المدني وكلية الطيران وغيرها من الجهات. حاولنا خلال هذه الفعالية طبعا تعريف المواطنين والمقيمين بالأمور الشعبية اللي موجودة في الدولة، حاولنا أن احنا نثري حتى معلوماتهم في الأمور الخاصة بالدولة بشكل عام من خلال مجموعة من المسابقات اللي قدمناها لهم. طبعا كانت الفعالية الحمد لله ناجحة وقدرنا أن احنا نشرك العديد من المقيمين والمواطنين طبعا فيها. ما شاء الله ممتاز. يعني عندكم اكثر من مكان استاذ نور تقدمون فيهم فعاليات لكم ولا هو مكان؟ لا هو كانت فعاليه داخليه بالنسبه لنا اشركنا فيها الجهات اللي تشرف عليها الوزاره. ممتاز ممتاز. يعني حديث يطول حقيقه، الحديث طويل. طيب استاذ نور، يعني وزاره الاتصالات والمواصلات الى اي مدى تساهم هذه الوزارة في دعم الاقتصاد الوطني؟ طبعا الوزارة عندها العديد من المشاريع اللي تسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، ذكرنا منها برنامج تسمو اللي تكلمنا عنه قبل شوي. ومثل ما ذكرت برنامج تسمو طبعا من المستهدف أنه يعود طبعا بما لا يقل عن 40 مليار ريال قطري للاقتصاد القطري خلال السنوات الخمس القادمة. بالإضافة إلى ذلك فتوجد العديد من المشاريع اللي تقوم فيها الوزارة مثل مركز حاضنات الأعمال اللي يستضيف رواد الأعمال، رواد الأعمال للعمل اللي يحتضنهم طبعا مركز حاضنات الأعمال يقوم باحتضانهم وتقديم الورش والتدريب لهم حول طريقة تخطيط أعمالهم، طريقة تنفيذها، الحفاظ على استمراريتها وآخرة وإلى آخرة. نعم تساعدونهم يعني. بالضبط، وبالإضافة إلى توفير حتى مساحات مكتبية لهم في الفترة الأولى كدعم من الوزارة لهذه الشركات الناشئة. طبعا احنا بالنسبة لنا مركز حاضنات الأعمال يختص بحاضن قبل الشركات الناشئة اللي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا أضيف إلى ذلك طبعا المواني اللي تشرف عليها الوزارة واللي تحرص على تطويرها مثل ميناء حمد، ميناء الدوحة واللي تم تحويلها حاليا إلى ميناء سياحي، وميناء رويس طبعا اللي مثل ما ذكرنا يعتبر الواجهة الشمالية للدولة. ما شاء الله. يعني أضيف بعد، أنا بعد أقول لك عندهم مطار حمد، عندهم مطار الدوحة الدولي، مطار حمد الدولي، مطار الدوحة القديم، ما شاء الله. يعني إذا كل هذه القطاعات ساهمت يعني فهد بشكل كبير، ما شاء الله، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني من خلال أيضا والله يعني العمل الكبير، إحنا يمكن نعرف الكثير من المساهمات هذه أحمد، يعني إحنا نبي الناس تعرف
نبي الناس اللي يسمعونا يعرفون طبعا كل الانجازات وكل التعب اللي يتعبون الاخوان في هذه الوزاره. والله فهد أمانة يعني الأخوة في وزارة المواصلات والاتصالات الفترة الأخيرة العمل الكبير اللي أقيم يعني برز كثير من الجهود وكثير من نقاط القوة الموجودة عندنا والله الحمد في شبابنا القطري الموجود ما شاء الله على مستوى القيادات. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. كلمة أخيرة تختمين فيها لقائنا معك سابة نور. طبعا حابة أشكركم على استضافتي معكم في البرنامج للمرة الثانية في أقل من سنة، ويعطيكم العافية على هالبرنامج المتميز، وكل عام وانتم بخير. هذا طبعا اكيد استاذ نور من حسن حظنا ان احنا استضفناك يعني مرتين. الله يسلمك. في خلال سنة يعطيك العافية وما قصرتي، ونشكرك ايضا على سعة صدرك وعلى طبعا اكيد تلبية الدعوة وحضورك معنا يعني في الاستوديو. يعطيك العافية. نشكر طبعا الأستاذة نور شهداد مدير إدارة التعاون الدولي ومدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالإنابة بوزارة المواصلات والاتصالات. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. شكرا لك وطني الحبيب. صباح الخير.